أهلا بيكم في قناتي دودي موريس. النهاردة هنتعامل مع القطيفة والشتاء والبرد. بنعمل ايه؟ هنعمل موديل النهاردة في منتهى البساطة، بس آخر شياكة، موديل من الآخر. الموديل بتاعنا النهاردة اللي انت شايفاه على بداية الفيديو وظاهر معاك على الشاشة دلوقتي، موديل من القطيفة. هنعمله بكذا لون وكذا يعني نفس الموديل هنعمله بكذا لون، وهنشوف شياكة الموديل وجماله سواء للجسم الدور أو المليان شوية ومع الجسم الرفيع. الموديل متناسق مع كل الأجسام، موديل فعلا هو موديل سنة 2022. أتمنى تكمل الفيديو للآخر وتشوفي الموديل عملناه إزاي وتنفذيه، ولو في أي حاجة صعبة أنا معاكي وهنبتدي خطوة خطوة ونقول بسم الله ونبتدي مع الموديل بتاعنا. أول حاجة عندي الموديل ده تقريبا هياخد معايا 4 متر، لانه انا عندي كورنيشين من الكلوش، فالكرنيش دي بتاخد معايا قماش هيشيل معايا في عدد الامتار اللي معايا. اول حاجة هعملها هبتدي اخد الجاكيت، وبعد كده هقص البنطلون، واللي فاضل هعمله الدورانات الكلوش اللي هي انا عايزها. هطبق القماش ونرجع لبعض بسرعة عشان ما نطولش الفيديو على بعض. اول حاجة هعملها عايزة المستطيل بتاع الصدر عندي، وعايزة الطول بتاعي. انا طول الجاكت كله 75 سنتي، بس انا هشتغل على المثلث الجاكت لحد المثلث اللي هيركب عليه الكورنيشين بتوع الجاكت عندي. طيب، 55 سنتي الطول بتاع الجاكت كده، هشتغل على 60 علشان خاطر انا عندي خياطات وعندي حردات هشتغل عليها كده. 60 سنتي وهعمل ايه هنا؟ انا عندي البرسل ده مش هشيله، لكن هخليه يشد معايا القماشة انا وبشتغل علشان هعمل المردات بتاعتي. هعمل كده خط بس علشان يبقى الجزء ده بعيد مني خالص، انا بره حسبتي عشان ما يلخبطنيش. اهو انا عملت خط كده. هعمل ايه كمان؟ خلي بالي انا عندي عايزة الجاكت المردين على بعض، الاتنين على بعض وفيهم زراير وعراوي الاتنين. طيب، المرد ده انا عايزة عرضه كام؟ عايزة عرضه 10 سنتي، عايزة عرضه أكبر، هشتغل على 10 سنتي. هعمل إيه؟ هبتدي أخد 10 سنتي من هنا، وهخلي سنتي كمان للخياطة، يبقى كده 11 سنتي، وهاخد 11 سنتي دي لحد آخر الجاكت معايا. أهو أنا دلوقتي شغالة خطوة خطوة، خلي بالك معايا، الموديل سهل جدا، بس لو أنت ركزت معايا هيبقى الموضوع مش صعب. يبقى الجزء ده بتاع المردات اللي هي الاتنين على بعض الامامي، تمام. هبتدي اشتغل على مقاسات الجاكت عندي من اول المستطيل ده، من اول المستطيل ده الجزء ده مردين على بعض، تمام، وهوريك ازاي هنطلع بالكولة بتاعته. طيب، هاجي هنا دوران الرقبة عندي هطلع بال8 سنتي المعتاد بتاعنا، 8 سنتي، وهنزل هنا بال8 سنتي. احنا مدام وداد بنعمل كل شال، اوكي احنا بنعمل كل شال، بس احنا بناخد مقاسات البطرون العادي وبعدين بنشتغل عشان نظبط الكل شال بتاعنا. اهو ال8 سنتي وال8 سنتي، وببتدي اخد الكيرف ده. طيب، لو انا مش عارف اظبط ده اعمل ايه؟ اهو هنزل بكده عمودي وهطلع كده عمودي، دي 8 ودي 8، ومن دي انا ببتدي اعمل الدوران بتاع الكولشال بتاعي. ما فيهاش اي حاجة صعبة، تمام. بنزل 3 سنتي وببتدي اخد عرض الكتف عندي. الكتف عندي هنا 44، هنا انا هشتغل على 22 سنتي. ال22 سنتي اخدها من اول هنا؟ لا، هاخدها من اول مقاساتي هنا. الجزء ده انا لغيه خالص دلوقتي، تمام. امشي خطوة خطوة معايا. اهو ادي ال22 سنتي، هنزل بال3 سنتي كده وهاخد الكيرف بتاع الكتف من فوق، تمام. طيب، نزول الباط عندي كام؟
دوران الباط عندي 48، يعني أنا عايزة 24 سنتي، هنزل عمودي 24 سنتي. النقطة دي هي نقطة الصدر عندي. خلي بالي طالما احنا اخدنا دوران الباط، يعني اخدنا لفين المزورة حوالين الباط والكتف كده، معناها ان نقطة النص عندي هو نقطة الصدر عندي. تمام. طيب هعمل ايه؟ هعمل كده اهو، بنزل عمودي كده وبطلع هنا عمودي. هناخد مقاساتنا، احنا هنشوف ازاي. اهو انا دلوقتي بعمل دوران الباط اهو، ومن هنا بطلع سنتي او سنتي ونص وباخد الكيرف بتاع الباط. تمام. في حاجة صعبة؟ ماشيين خطوة خطوة، ألف به بترون، ما فيهوش أي حاجة صعبة. تمام. أنا عندي إيه كمان؟ عندي دوران الستر 114 على 4، يعني تقريبا فيها 29 سنتي، 29 سنتي أهو كده. أنا شغالة بدون بنس، خلي بالي ما فيش أي زيادات عندي للبنس، أنا بشتغل كده وبعد كده أبتدي أعمل البنس وأعوض المسافات دي كلها. دوران البطن عندي 106، الربع بتاعها تقريبا 27، ادي 27 طيب انا عندي دوران هنش؟ لا، انا عندي هنا مثلث، الهنش هيبقى عليه الزاوية اللي هي مرفوعة هنا، هتبقى كده مثلث هيبقى فيها الكورنيش بتاعي. تمام. ولكن انا هاخد المقاس كده خط وهمي اهو، انا ماليش دعوة بيه، كده كده انا هقص الجزء ده. تمام اهو. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ البنسة بتاعت الستر 10 سنتي اهو، النقطة بتاعت هنا الصدر اهو، الخط ده اعلى بروز عندي هنا هيبقى، هنبقى الفرق بينهم 10 سنتي هنا، طول البنسة 20 سنتي كده، وهمد خط. هعمل ايه؟ هقسم المسافة دي اهو كده، بطلع سنتي كده وسنتي كده. بعمل ايه؟ بوصل دي هنا وبوصل دي هنا، ومن هنا تحت نفس الحكاية اهو، المثلثين المقلوبين على بعض اهو. تمام كده. وبنزل بيها لحد تحت، وباجي هنا، باجي هنا بمد شوية كده. بنعمل ايه فاكرين؟ عشان اوصل البرنسز بتاعتنا للباط بعمل ايه؟ بقسم المسافة دي اهو، بحط المزورة كده وبقسم نصين، يبقى النص بتاعي ده هنا، بوصل من هنا لهنا، ده بالنسبة للامامي. بالنسبة للخلفي بطلع سنتي وبعمل البنسة بتاعت البرنسز علشان تديني فرد للظهر اجمل وشكل ظريف عن كده اهو. بوصل النقطة دي بالنقطة دي تمام. انا كده رسمت. هاجي بعد كده اعمل ايه؟ هاجي اعمل ايه؟ انا عايزة، احنا قلنا الجزء ده بره كده خلاص، النص بتاعها ايه؟ هنقسم، نيجي بقى نشتغل هنا للمرد ده، هنقسم المسافة نصين اهو كده، وامد خط كده. نخلي بالنا في الحتة دي. طب نقص هنا الزاوية دي، نقص الزاوية دي، الطول هنا، الطول هنا احنا قلنا لحد 55 كده هنا، وهبتدي اعمل الزاوية كده تمام. يبقى كده هنا همسك دول بدبابيس واشد تحت شويه. ليه؟ عشان اوريك هنعمل الكولشال ازاي اهو. انا عندي
المسافة هنا نص البطن عندي، هبتدي من نص البنسة دي هيبقى أول زرارين عندي هنا في من قدام. هبتدي أعمل إيه؟ هوصل من النقطة دي بتاعة النص المهم عندي النقطة بتاعة دوران الرقبة دي مع النقطة بتاعة الزرار عندي تحت كده، هطلع بيها كده تمام. طيب ايه عندي كمان؟ عندي عايزة النقطة التانية بتاعة الزرار هنا هنا كده، وهوصلها بالنقطة اللي عند الرقبة دوران هنا التانية كده. طبعا احنا فاكرين ان احنا لما بنعمل الكولشال بتاع الجاكيت بنعمل الزاوية اللي هنا كده عشان تديني الشكل ده، لا احنا عندنا هنا مش عاملين ده، احنا مش عايزين ده، انا عايزه كولشال داير ليها. طيب هنا المسافة دي هتبقى قد ايه؟ المسافة دي هتبقى انا عندي هنا كام سنتي؟ انا نازلة 8 سنتي، يبقى هطلع هنا 8 سنتي، وهعمل سنتي للخياطة يبقى كده 9 سنتي تمام. وهنا نفس الحكاية، بس خلي بالي الجزء ده هيبقى الجزء بتاع الجاكيت، لما اجي ارده من ورا عشان يبقى مرتاح هطلع 2 سنتي، مش هطلع سنتي واحد بس، يبقى هنا هطلع سنتي وهنا هطلع 2 سنتي اهو. تمام كده الجاكيت بتاعنا اترسم. هنبتدي نفرغه بشويش خالص. اخلي بالي هنا، انا هنا البنسة الاتنين سنتي معوضتهاش هنا اهو، هعوضها كده الاتنين سنتي دي انا عوضتها هنا بره. نشوف الشكل بتاعنا اهو كده، ده شكل الكولشال عندي هيبقى كده، الجزء ده اللي هو بيبقى المرد بتاع الظهر كده، وهنا الاتنين بيجوا على بعض كده. فاضل ايه عندي كمان؟ فاضل كده ظبطنا القماش عشان نعمل المرد بتاع الستر، فهنقص معاه قصة البنسة بتاعت البرنسس عشان خاطر يبقى الاتنين قد بعض بالظبط. هبتدي افرغ قدها بالظبط كده. طبعا اللي فاضل من عرض القماش بتاع الستر هو اللي بناخد منه المرد ده كده. هبتدي افرغ البنسة مني، ما تقصيش لحد الاخر تمام، لحد اخر سنتي واسيب كده. ليه؟ علشان انتي لو قصيتي هنا ممكن لما تيجي تظبطي الاتنين مع بعض ما تظبطش معاكي تمام. فانا بعمل كده بس اهو، بفرغ ده واجي هنا المرد كمان. طبعا انا دي مجود متطبقة، هفكها من بعض هقصها. القطيفة بنتعامل معاها بكل رقة، ما تجريش عشان هي بتمط، فما ينفعش تيجي تقصي تلاقي المقاسات اختلفت اهو. امسكي الدبابيس انتي وبتشتغلي اهو، هاي كده افك ده، همسك ده هنا كده وابتدي اقص. خلي بالي اهو انا قصيت الجاكيت، بقى عندي ادي الجاكيت وادي المرد بتاعي اللي هعمل بيه الكولشال تمام. هبتدي الم الجاكيت بتاعي كده، وهبتدي
اطبع نسخة تاني من الظهر بكل حاجة ما عدا العشرة سنتي اللي هي بتاعت الكولشال اللي عندنا. هعمل نسخة طبق الاصل من الامامي فردة واحدة طبعا من الامامي، وهنعمل زيها بالظبط للخلفي، وهرفع سنتي للبنسة بتاعت البرنسز كده. تقريبا انا قصيت الامامي والخلفي والاتنين زي بعض بالظبط ما عدا العشرة سنتي بتاعت الكولشال اللي هي انا مطبقاها دي، هتبقى بعيد من القصة بتاعتنا خالص. نقص الخلفي ونرجع لبعض بسرعة. يلا بينا. دلوقتي هنبتدي نعمل الكورنيش بتاعنا، الكورنيش الكلوش. احنا كنا شرحناه في حلقة من الحلقات قبل كده. بمنتهى البساطة استأذنك هعملها على مصغر، على حاجة صغيرة، لان احنا عندنا البدلة بتاعتنا انا محتاجة كلوش بدوران الوسط مرتين مع بعض، فبالتالي هعمل متر كامل عشان ياخد معايا كل تفصيلة الدوران بتاع الكلوش. انا هشرحها لك على مصغر. هعمل لو انا واخده متر او انا محتاجه كلوشات كتيره، كرانيش كتيره، يبقى انا هعمل مثلا متر، يبقى لازم اخد عرض وطول القماشه واحد، يعني الطول والعرض واحد. تمام اهو كده، يبقى مربع عندي. تمام، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل كده. طبعا ده مش الكلوش بتاع البدلة بتاعتنا، ولكن انا بشرحها لك على مصغر، لانه طبعا المتر مش هيساعدني ان انا اعمله كامل هنا معايا. اهو هعمل كده، اربع المسافة دي وابتدي اخد كده علامات في النص في الاربع اركان عندي. اهو كده كده، وعندي في النص كمان. تمام، هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي بمنتهى البساطة كده. انا عايزة عرض الكلوش عندي، يعني انا عملته في البدلة عندي حوالي 15 سنتي، انا محتاجاه كده. هبتدي اوزع المسافة اللي عندي دي، اشوفها قد ايه. دي مثلا عندي 13 سنتي، هعمل الكورنيش ده على 3 سنتي. انا بتكلم على المصغر، ولكن حضرتك على البدلة احنا فرشنا مسافة كبيرة عشان نعمل البطرون، نعمل الكلوشات بتاعت الوسط. تمام، هعمل هنا مثلا اهو على 3 سنتي، وادي هنا على 6 سنتي، وادي هنا على 9 سنتي، نفس المسافات اللي انا عاملاها دي. انا هوريكي ازاي نعمل ده وهنكبر ده بعد كده. لو انت حاسه المسافة دي صغيرة مش هتعرفيها معايا، خلاص هقسم المسافة دي على 4 وهنا 4، هي تبقى على 3 مسافات. اهو هاخد الناحية التانية، ادي 4 وادي 4، والناحية دي برضو من المركز عندي، من النص عندي، وببتدي اعمل المسافات بتاعتي. اهو اهو كده، نفس المسافات هي هي. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اوصل اول علامة بالتانية. اهو تمام، والتانية بالتالتة، والتالتة بالرابعة. اهو كده فاضل عندي جنب فاضي مش هوصله، هوصله بالنقطة اللي تحت. اهو اهو تمام، انا كده فتحت الدايرة اللي هتديني كلوشات متصلة. تمام، وهبتدي اوصل النقطة دي بالنقطة دي. اهو وهوصل النقطة دي بالنقطة دي. اهو والنقطة دي بالنقطة دي. اهو هنا عندي اخر نقطة اهي كده اهو. تمام، هنا كمان اهو النقطة دي، النقطة دي بالنقطة الاخيرة عندي اهي، والنقطة دي انا عندي لسه علامة هنا اهو اهو. تمام، وهوصل النقطة دي بالنقطة دي. حلزوني دايرة، حلزوني اهو، فش اي حاجة صعبة. طب هنا في نقطة عندي، لا خلصت هنا، اخرها هنا، هقفل لحد هنا كده. تمام، الدايرة بقت حلزوني عندي. بمنتهى البساطة هبتدي اقص اهو
ادي الكورنيش عندي بالشكل ده. طبعا انا شرحته هنا على مصغر، ولكن حضرتك احنا هنوسع او نكبر عرض الكورنيش حسب الطول اللي عندنا اهو. ادي شكل الكورنيش عندي، ممكن اعمله 2، اعمله 3، اعمله 4، زي ما حضرتك عايزه. ادي شكل الكورنيش عندي، تمام. دي الفكره بتاعتنا. طبعا هنعملها للبدله بتاعتنا على كبير، متر في متر او متر ونص في متر ونص، عشان يديني كل المساحه بتاعت دوران الوسط مرتين، تمام كده. احنا قصينا الكورنيش بتاعنا، هنعمله على مكبر عشان خاطر البدله بتاعتنا. يلا بينا كده. طبقنا القماش على 4، خلينا الجزء اللي هو متطبق هنا متن 2 اقل من التاني علشان خاطر ده هيبقى مسافة الحجر. هشتغل ازاي؟ هشتغل على ربع دوران الهنش عندي. انا عندي دوران الهنش 118، هشتغل على 120، هيبقى الربع بتاعنا 30 سنتي. يبقى كده هنا 30 سنتي، وابتدي اخد خط بالطول ده. لحد اخر القماش عندي هبتدي اعمل ايه؟ اول خط عندي انا باخد 3 سنتي كده، واعمل خط هنا اهو 3 سنتي. دي هقول لك ليه، عشان خاطر الارتفاع بتاع الظهر من ورا والسقوط بتاع الامامي، تمام. هبتدي اعمل كده اول 20 سنتي اللي هو خط الجنب عندي كده، وهعمل خط تمام، وتاني خط عندي اللي هو سقوط الحجر. سقوط الحجر عندي 29 سنتي ونص، هشتغل على 30 علشان خاطر انا يديني النص سنتي ده مساحة للخياطة. 30، يبقى ده سقوط الحجر عندي كده. فاكرين بنعمل ايه؟ بنعمل دوران كده وهنا بنعمل دي فتحة السوستة، تمام. فاضل ايه تاني عندي؟ بدخل 2 سنتي هنا وبعمل كيرف للجنب عشان يساعدني كده. طبعا ده مش بيوصل لحد الهنش كده، تمام. عندي خط الركبة نص طول البنطلون، انا عندي 102 طول البنطلون، النص 51 سنتي، وبنزل 5 سنتي كمان، يعني نص عندي لحد 56 سنتي. ده خط الركبة عندي اهو. تمام، بعمل ايه؟ باجي هنا باخد عرض الخط اللي هو سقوط الحجر كده 35 سنتي، النص بتاعها 17 ونص كده، يبقى ده خط النص الامامي للبنطلون كده، وامد خط ده. وده برضو هيبقى معايا بخط البنس عندي ده هنا، البنس عندي بتاعت الامامي والخلفي، تمام. هعمل ايه كمان؟ هعمل كده الخط ده بتاع النص بيوصل للاخر كده. كده هاجي هنا 20 سنتي، هيبقى نقطة الارتكاز بتاعتي، نقطة الارتكاز بتاعتي 10 سنتي على الخط اللي انا عاملاه، هيبقى 10 من هنا و10 من هنا، تمام. خلي بالي كده، وهنا عند الركبة هيبقى 11 سنتي كده، هزود سنتي، يعني هزود سنتي هنا وسنتي هنا، وابتدي اوصل الخطوط بتاعتي. كده وكده.
البنطلون سهل مفيش اي حاجة، بس اتمنى من حضرتك لو الطريقة وصلت لك وببساطة اكتبي لي ايه اللي عجبك وايه الحاجة، لو لقيتي حاجة صعبة وممكن نغير ايه نبدل ايه، ممكن نتكلم مع بعض ونشوف نوصل لأي موديل حضرتك عايزاه، تغيير في البنطلون او في الجاكيت او كده، هنبدل ده مع بعض. تمام كده، الخياطة ان انت تبتكري موديلات وتبتكري حاجات جديدة في الخياطة، الخياطة ما هيش شيء ثابت. تمام، وصلنا النقطة دي بالنقطة دي، هنا صوت الحجر عندي هنا هوصله بده، ادي كل الحكاية. رسمنا كده البنطلون، هبتدي اعمل ايه، هبتدي اقص الامامي، ده السقوط بتاع الامامي اهو كده، هنا كده قصينا الأمامي، كده قصينا الأمامي هو، وعلى القماش عندك هتبتدي نقص الخلفي. الخلفي طبعا الحردة اللي هي الجنب دي زي ما هي. تمام، بصي هنا معايا، خلي بالك معايا، هاجي هنا طبعا هتني الباندا دي بتاعت البن السوستة، خلي بالك معايا الحجر عندي هنا، انا طلعت 4 سنتي 4 سنتي، هنا هطلع كمان 4 سنتي اهو، وهوصل ده مع خط الركبة. عشان القماشة لكرة انا مش محتاجة اعمل زيادات كتيرة معايا في القماش بتاعي. قصينا البنطلون وقصينا الجاكيت كده، الحلقة الاولى او الجزء الاول من تفصيل البدلة اللي هي ترند 2022 ان شاء الله هتكون موديل شيك زي كده. قصينا الجزء الاول من الحلقة، قصينا البدلة كاملة، الجزء الثاني ان شاء الله هنلم كل ده على المكنة وهنشوف ازاي هنعمل بدلة في منتهى الشياكة بالمنظر ده. يلا بينا نجمع كل اللي احنا عملناه وان شاء الله نبتدي الحلقة الثانية من تفصيل البدلة، يلا بينا. وشكرا لحضراتكم، طبعا مش هوصي حضرتك بلايك على الفيديو، ومن فضلك اشترك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بالجزء الثاني من تفصيل البدلة الترند بتاعت 2022. شكرا لحضراتكم. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.